في منتصف شهر نوفمبر وعد رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس أنه سيكون هنالك انفراجات معينة فيما يخص المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، وأن العمل متواصل لتأمين الاحتياجات المحلية من الغاز المنزلي ومازوت التدفئة إضافة إلى البنزين. نعم لين، يعني اليوم مضى شهر على ذلك الوعد ودخلنا في فصل الشتاء، برد قارس بدون مازوت أو حتى كهرباء أو أي وسائل من وسائل التدفئة. الطوابير تمتد لمئات الأمتار على مراكز توزيع الغاز طبعا، وهذا جاء بإقرار من الحكومة نفسها وعلى لسان وزير التجارة الداخلية أنه انتظر دوره للحصول على الغاز لأكثر من 100 يوم حتى حصل على أسطوانة غاز واحدة. إذن لو يعني نتساءل هذا حال الوطن، فماذا يقول المواطن العادي في هذه الحالة؟ صحيح رؤى، ربما يعني هذه الانفراج اللي تحدث عنها المسؤول السوري، على العموم في رحلة الانتظار هذه لا يزال المواطن السوري ينتظر دوره لأشهر للحصول على اسطوانة غاز غير معبأة حتى بشكل كامل، أو لشراء اسطوانة الغاز في السوق السوداء يحتاج إلى ثروة، في حين تبدو الحلول غائبة في ظل البرد الشديد وانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميا. تقرير من سوريا يسلط الضوء على معاناة السوريين في الحصول على الغاز، نتابع. قبل أكثر من 3 أشهر حصل وائل على أسطوانة غاز منزلي عبر ما يعرف بنظام البطاقة الذكية. ينتظر وائل منذ أيام وصول رسالة نصية للتوجه إلى أقرب مركز لتوزيع أسطوانات الغاز، بيد أن تلك الرسالة لم تصل، ليضطر مرغما على تعبئة ما يسد احتياجاته من الغاز لعدة أيام وبأسعار مضاعفة. الغاز مشكلة، يعني كل 90 يوم بتجي رسالة مرة، وهذا اجت عبره طول 98 يوم، وكهرباء ما في له واحد يطبخ، يعني بدك تروح تشتري كميه غاز حر 120,000، وين بتلحق واحد راتبه بيجيش 75,000 بيروح يشتري كميه غاز 120,000 حر. تشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات معيشية غير مسبوقة تخيم بظلالها على ملايين السكان، ورغم تعود الأهالي على شح الوقود وغلاء الأسعار، فإن اشتداد وطأة فصل الشتاء فاقم من معاناة آلاف العائلات التي يعيش قسم كبير منها ظروفا اقتصادية متردية للغاية. يوجد 3 أسواق بالنسبة للغاز المنزلي. على البطاقة الحرة يباع ب 4200 ليرة سورية بمعدل يعني 3 أشهر للأسرة الواحدة، وحاجة الأسرة الواحدة وسطيا كل 20 يوم بحاجة لإسطوانة غاز. حدد النظام سعر إسطوانة الغاز في السوق الحر 30,000 ليرة، لكن تباع في السوق السوداء 160,000 ليرة، قرابة $45 أمريكي. في مشهد ليس جديدا على السوريين في مثل هذا التوقيت من فصل الشتاء، يغيب التيار الكهربائي لفترات طويلة نتيجة ازدياد ساعات التقنين والتي وصلت إلى حدود 20 ساعة يوميا في بعض المناطق. يأتي ذلك بالتزامن مع البرد الشديد وموجات الصقيع التي تشهدها المنطقة منذ عدة أيام، وسط غياب الحلول الحقيقية من حكومة النظام. اعتاد السوريون كل شتاء على ابتكار بدائل للتدفئة تحت ضغط التقنين الكهربائي ونقص المخصصات الحكومية من الوقود، لكن هذه البدائل والحلول لم تعد ممكنة هذا العام بسبب فرض النظام قوانين تمنع الاحتطاب، قوانين يقول السكان إنها لا تسن إلا عندما يكون الهدف منها هو تضييق عيشهم فقط. يمن السيد، الحرة، الشمال السوري. من إسطنبول معنا الدكتور فراس الشعب، مختص في الشأن الاقتصادي السوري. أهلا وسهلا بك دكتور فراس. إذن أزمة الغاز المنزلي تتفاقم، حيث ارتفع في هناك ارتفاع ملحوظ في سعر أسطوانة الغاز وعدم توفرها بسهولة، لو تكلمنا عن الأسباب من فضلك. تحياتي لكم. يعني اليوم أزمة الغاز في سوريا ليست جديدة، هي امتداد لأزمات يعيشها المواطن السوري، ابتداء من كهرباء، خبز، مياه، محروقات،
وليس آخرها هو أزمة الغاز. أزمة الغاز هي صراحة أزمة ممتدة منذ 7 سنوات بشكل تقريبي، حيث مع خروج جزء كبير من حقول الغاز في سوريا، اليوم فقط النظام يسيطر على 10% طيب من حقول إنها الغاز. أزمة غير جديدة قوات سوريا دكتور وليست الوحيدة، اليوم أين وصلت هذه الأزمة تحديدا؟ وصلت الأزمة يعني إلى أن النظام اليوم خصص لكل عائلة عبوة غاز أو أسطوانة غاز كل 3 أشهر إذا استطاع الحصول عليها كل 3 أشهر، وسطيا لا يستطيع الحصول عليها إلا كل 4 أشهر، وهذه فعليا لا تكفي احتياج عائلة. لذلك المشكلة اليوم أن النظام فشل في إدارة هذه الأزمة حتى اليوم، وهو يحاول دائما إيهام الشعب أن هنالك حلول، أن هنالك قوافل من الغاز المسيل سوف تأتي إلى الداخل السوري، ولكن المواطن يرى العكس تماما. اعتقدوا أن المشكلة أو حل المشكلة هو في البطاقة الذكية، أتت البطاقة الذكية لتقضي على أحلام السوريين، أصبحت أسطوانة الغاز تباع في السوق السوداء بما يعادل راتب الموظف تماما أو راتبين من الموظف، هذه إذا استطاع أي مواطن الحصول على هذه الجرة. الكهرباء غير موجودة، فبالتالي الاعتماد على الغاز بشكل كلي للمواطن السوري وهو بالأساس غير متوفر، وبالتالي أصبح المواطن السوري في 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 ضيق شديد من هذه الأمور. يعني الغاز غير متوفر، الكهرباء غير متوفرة، الحكومة تعتقد أنها لديها حلول، ولكن لا يوجد حلول على الأرض. الحلول هي فقط عبارة عن تقارير، عبارة عن إعلام فقط يقوم به هذا المسؤول أو ذاك، ولكن على الحقيقة لا يوجد أي تغيير. بالعكس هنالك حالات تضييق تدريجي، شاهدنا إزالة دعم، شاهدنا ارتفاع أسعار، شاهدنا رفع أسعار كثير من المواد دون أن نشاهد تدخل حكومي. نبقى في الموقف الحكومي، يعني كيف تقرأ إشارة وزير التجارة والتخطيط إلى أنه استبعاد أكثر من 500,000 مواطن من الدعم لربما سيكون قبل نهاية العام، ومن هي الفئات التي سيتم استبعادها؟ في الحقيقة هذا يعني جزء من مشروع إزالة الدعم أو تخفيض الدعم عن بعض المواطن السوري، أو هو بالأساس تخفيف العبء على الميزانيات السورية وميزانيات الدولة السورية، أنها أصبحت اليوم عاجزة بشكل كلي. فبالتالي عندما فشلوا في تخفيض الاستهلاك وفشلوا في إعادة توزيع الكميات التي هي بالأساس قليلة، لجأوا إلى استبعاد جزء من الشعب. طبعا هذا الأمر غير دستوري بالمطلق، لأن كل مواطن سوري يحق له، يعني المواطن السوري متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات، فلا يجوز تفضيل فئة على فئة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من سوف يتم استبعادهم؟ هم فقط التجار، فئات التجار، فئات المحال التجارية، فئات الأطباء، المهندسين، أو بعض يشاع أيضا من يملك منزلين أو سيارة ومنزل قد يستبعد، حتى لو كان موظف قد يستبعد من فئات الدعم كونه يعتبر نوعا ما خارج. يعني انظري إلى أين وصل الوضع في المواطن السوري. إذا أصبحت تمتلكين بيت أو سيارة، وإذا أصبحت أو إذا كان لديك مصدر دخل، فأنت مستبعدة تماما من الحصول عن أي مساعدة. كما يعني هذا مؤشر لواقع الحالة الاقتصادية اليوم في سوريا. يعني اليوم سوف يكون هنالك تمزيق لكيانات أو مكونات المجتمع السوري بشكل كلي، يعني عندما تفضلين فئة على فئة، حتى لو كانت هذه الفئة غير محتاجة بالمعنى الكلي، ولكن لا يجوز ذلك. دكتور، يعني الذين يشملهم هذا الدعم، يعني هل سيجدون أنفسهم أمام قرار رفع سعر الغاز المنزلي؟ يعني ما المتوقع بخصوص الأسعار إجمالا؟ الأسعار سوف ترتفع. اليوم الموازنة العامة لعام 2022 صدرت، وصدرت معها ما يقارب عجز 600 مليار ليرة سورية. هذا العجز سوف يتم تغطيته من أين؟ من خلال تخفيض الدعم على المواطنين ورفع الأسعار، ومن خلال زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن. وبالتالي عملية رفع الأسعار سوف تستمر بوتيرة متسارعة. يعني منذ 2 أو 3 على ما أعتقد رفعوا أسعار البنزين بشكل كلي، وعندما ترتفعين أسعار البنزين والمحروقات فأنت بشكل أساسي قمت بزيادة تكاليف الإنتاج، أي قمت برفع الأسعار، وهو ما يعني السيناريو الذي سوف تسير عليه الحكومة في السنة القادمة، كون أن حجم العجز لديها هائل جدا. آخر الأخبار تشير أنه الحكومة السورية تشير إلى انفراجة قريبة، يعني ما المتوقع من توقيت هذه الانفراجة؟
سيدتي هذا هو يمكن خامس تصريح أو سادس تصريح عن نفس الموضوع. كل فترة بدأ الشتاء وبدأ الضغط على المواطن من خلال محروقات وكهرباء، يوعدون المواطن بانفراجة، يوعدون المواطن ببحبوحة اقتصادية، ولكن الواقع هو العكس تماما. يعني ما يجري اليوم في سوريا والعكس تماما، الدولار يستمر في التدهور، الأسعار تستمر في الارتفاع، اليوم الأجور قاموا برفعها 30%، ولكن حاجة المواطن حسب صحف موالية للنظام هي ما يقارب 500 أو 600 ألف، راتب المواطن بعد الزيادة في درجة الدكتوراه لا يتجاوز 120 ألف، فتخيلي الفرق الشاسع ما بين احتياجات المواطن وما بين ما يحصل عليه من دخل. فهذه الفجوة يتم يعني سدها من خلال تصريف المدخرات بالمطلق. نعم، نتمنى أن تكون هناك حلول جذرية يعني موجودة جدية وانفراجة قريبة. نشكر مداخلتك معنا لهذا النهار دكتور فراس شعب، ومختص بالشأن الاقتصادي السوري. شكرا جزيلا لك.